بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إزيكم يا أخواتي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما احنا معودينكم كل نهاية ترم بننبه على مواعيد الامتحانات، بحيث إن احنا بمجرد ما ينزل الميعاد نبقى نبتدي إن احنا نظبط نفسينا على مواعيد امتحانات الولاد، غير لما احنا نعرفه قبلها بفترة بسيطة ده بيشكل لنا مشكلة كبيرة. كان انتشر الفترة اللي فاتت، وبصراحة أنا يعني ما حبيتش ان انا اتعجل وانزل لكم المعلومه اللي ما كنتش متاكده منها، ان الامتحانات هيتم تقديمها وان جميع المراحل هتمتحن قبل رمضان. والحقيقه كانت المعلومه دي يعني كنت خلاص اوشكت ان انا انزل فيديو، لكن عشان انا ما حصلتش على مستند رسمي فالحقيقه خفت ان انا انزل لكم معلومه تكون مش صحيحه. وبالفعل سبحان الله اتأكدت المعلومة ان المعلومة غير صحيحة، او ان هي كانت مقررة وتم التراجع عنها وتم تأجيل الامتحانات الى الخريطة الزمنية اللي كانت محطوطة من بداية الترم ان هي تبتدي الامتحانات بالنسبة لصفوف النقل من ابتداء من الرابع من مايو القادم، وان حياته مش مشكلة ان يدخل شهر رمضان، مفيش مشكلة ان الاولاد يمتحنوا في رمضان. وبالتالي معانا ان هو بالمستندات تأجيل امتحان الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل التعليم ابتدائي واعدادي وثانوي، ومعانا الفاكس اللي طالع لسه طالع امبارح من مديريه من مدري موجه لمديريات جميع مديريات التربيه والتعليم زي ما حضراتكم كده شايفين. بيقول لك في الاشاره الى ان استعداد رسالة لمديريات التربية والتعليم ان هي تستعد لجدول امتحانات 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني، حيث ان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2018-2019 التي وافق عليها المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته اللي انعقدت يوم 5/7/2018 تنص على ان مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات المحلية هتبدأ في بتكون في الاسبوع 13 من الفصل الدراسي الثاني اللي هو هيوافق 4/5 لسنة 2019، وبتنعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر. لذا يرجى التكرم بالتنبيه بالالتزام بما جاء في الخريطة الزمنية عند إعداد الامتحانات. وده هنا تفضلوا بقبول وافر التحية رئيس قطاع التعليم العام أستاذ الدكتور رضا السيد حجازي بتاريخ 28/3/2019. يبقى كده يا جماعة الخبر العاجل اللي معانا ان يا جماعة الخير الخريطة الزمنية اللي طلعت في بداية في الصيف اللي فات اللي هو قبل بداية العام الدراسي ل 2018-2019 بان الامتحانات بتاعت الترم الثاني هتبتدي في الاسبوع 13 من الترم الثاني اللي هو هيوافق يوم 4/5/2019. فكل المعلومات او الاخبار اللي سمعناها عن تقديم امتحانات الترم الثاني هي اخبار غير حقيقيه، وان هو قدامكم رئيس قطاع التعليم وجه فاكس لجميع مديريات التربيه والتعليم على مستوى الجمهوريه بان المواعيد الامتحانات هتبتدي من يوم 4/5 لجميع المراحل التعليميه من الصف الثاني الابتدائي لحد الصف الثاني الثانوي، مع اطيب التمنيات بالنجاح والتفوق ان شاء الله. اتمنى المعلومة الصحيحة دي كلنا ننشرها بشكل تام وصحيح علشان كلنا نظبط نفسنا باذن الله على ان شاء الله امتحانات هتبتدي يوم 4/5، وبالتوفيق النجاح للجميع، وربنا يجعله كده ان شاء الله ترم سعيد عليكم وكل عام وانتم بخير بمناسبة يعني قرب قدوم شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان ووفق ابنائنا ان شاء الله لكل ما تحب وترضى ان شاء الله. اشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.